بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. درس النهاردة يا جماعة ان شاء الله بسيط جدا وسهل، عبارة عن افكت ظريف بيتعمل على الازرار لما تروح تعمل عليه هافر بالشكل ده. كل الفكرة هي عبارة عن زرار عادي ليه بيفور وافتر. البيفور والافتر ليهم ويتس معين وهايت معين، وعند الهافر اللي انت تعمله على الزرار الويتس ده بيروح 100%. البوزيشن بتاعهم طبعا بيكون في الوضع المطلق عشان تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز، سواء تخليه فوق او تحت او في اي مكان. نفس الفكرة دي ممكن تطبقها باكتر من طريقة، ممكن تخليه هو اصلا 100% بالشكل ده، ولما تروح عليه هافر يتحول للشكل اللي انت شايفه ده دلوقتي، يعني ممكن يكون صغير ويكبر او العكس، يكون البوردر كامل ولما تروح عليه يصغر تاني وتشوفه بالوضع ده. ممكن تخلي البوردر يبدأ من تحت لفوق او من فوق لتحت هنا على حسب ما انت عايز. لو فهمت الفكرة هتقدر تعمل ده كله، لان البنية بتاعتهم كلهم واحدة. يبقى عايزين زرار عادي عبارة عن بلوك إليمنت او انلاين بلوك إليمنت، وجواه بيفور وافتر، والاتنين متوزعين بالبوزيشن، وفي نفس الوقت عند الهافر بتقدر تعمل الافكت ان انت تتحكم في الويتس بتاعه. ده السيناريو، وقف الفيديو وجرب تعمله بنفسك قبل ما تشوف الشرح. طيب هنحط عنصر A في الصفحة، مفيش غيره، مفيش كلاسات، مفيش اي حاجة، مش عايزين نضيع وقت. عندنا هنا اختصارا للوقت البادي، الباك جراوند بتاعته لون اسود، العنصر الA بتاعنا الديسبلاي انلاين بلوك، الويتس 120 عشان يكون الزرار كبير شوية، بادنج وكالر وتكست ديكوريشن ده عشان ما يعملش عليه شكل الاندرلاين، والباك جراوند اختاره زي ما تحب، وتكست الاين سنتر، والبوزيشن ريليتيف طبعا عشان نتحكم في العناصر البيفور والافتر، المارجن عشان لو في عناصر جنبه تقدر تتحكم فيها، لكن احنا هنا ما عندناش مشكله، ممكن اصلا نقول له مارجن 20 30 زي ما تحب، احنا بس ده عباره عن ديمو. هنيجي نشوف الصفحه بتاعتنا، ده الزرار بتاعنا اهو تمام ما فيهوش اي حاجه، ونبدا نحط البيفور والافتر. اول حاجه البيفور والافتر هيشتركوا في خواص معينه، فبدل ما تكتبهم الاثنين كل واحده لوحدها، الاثنين هيشتركوا في نفس الخواص. الخواص دي اللي هي الكونتنت هيكون فاضي، الوضع هيكون في الوضع المطلق الاثنين، مش هنحدد بقى القيم دلوقتي خالص. الويتس بتاعهم هيكون 20 بكسل مثلا، الهايت 2 او 3 او 4 بكسل، كويسين كلهم. النقطه دي مهمه جدا عشان تكون ديناميكيه وتوفر عليك ان انت كل شويه تكتب الالوان. الباك جراوند كلر بتاعهم، باك جراوند كلر هنقول له انهيريت، هنخليه ياخده من الاب هنا، عشان ممكن في ناس بشوفهم بيعمل ده لون ويجي هنا يعمل نفس اللون، وبعدين يروح يغير اللون ده من غير ما يقصد ويلاقي الالوان دي بقت زي ما هي. فخليك دايما اشتغل بالانهيريت عشان موضوع الوراثه. الانهيريت اتكلمنا عنه في درس اسمه انهيرتنس، دوروا عليه في القناه علشان خاطر تعرف يعني ايه وراثه وازاي تورث خاصيه من الاب وتمشي معاك على طول. طيب ده بالنسبه للبيفور والافتر، ظبطناهم كلهم تمام، فاضل بس ان احنا نشوف ازاي هنظهرهم. هاجي بقى عند البيفور لوحده، وبعديه على طول الافتر لوحده علشان نوزع فيهم القيم الخاصه بالبوزيشن. طيب هناخدهم بالمنطق، البيفور اللي هو المفروض يبقى هنا، ده قبله وعشان احنا موقع انجليزي، الافتر اللي هو المفروض يكون هنا اللي بعده، فانت طبعا عايز واحد فوق هنا وواحد تحت، ولا عايز البيفور يكون تحت والتاني فوق، براحتك، اتس اب تو يو، الاثنين واحد. طيب البيفور هيبقى فوق هنا، يبقى احنا هنتعامل مع اثنين زاويتين، زاويه التوب وزاويه الليفت. الليفت هيكون صفر، احنا عايزينه ليفت صفر. التوب هيكون كام؟ التوب لو قلنا عليه صفر مش هيبان. عارفين ليه مش هيبان؟ تعالوا نشوف مع بعض ليه مش هيبان، عشان هو نفس اللون ومش هيبان اساسي طبعا، لان هو جوه العنصر دلوقتي. عشان انت قلت له توب صفر لازم اقول له توب سالب الهايت بتاعه اللي هو 3 بكسل، بس هيفضل لازق، فلازم اديله 2 بكسل تاني كده عشان ازقه بعيد عن الزرار. طب لو قلت له مثلا كده برضو تحس انه لسه لازق في الزرار اهو، مش هتشوفه طبعا خالص لو الموقع بتاعك صغير زي كده، فلازم ان انت تعمل مسافه بينهم عشان تشوفها. فممكن نقول توب سالب 5. البين عندنا هنا لو بصينا عليها هنلاقي ان احنا عاملينه سالب 5 بالظبط. طيب ليفت 0 توب سالب 5، ده بالنسبه للبيفور، جميل جدا. عايزك بقى لو انت كملت الفيديو تقف هنا، وقبل ما تشوف الفيديو وقف الفيديو وقول لي المفروض ده توب سالب 5 وليفت 0 المفروض ده يكون كام. وقف الفيديو وقول وما تبصش عليا الا لما تفكر فيها شويه. طبعا رايت هيكون 0 برضه، لان هو لازق في الجنب خالص بتاع الزرار. طيب توب ولا بوتوم؟ لا طبعا بوتوم. طيب بوتوم كام؟ سالب 5 بكسل، نفس اللي انت عملته بالظبط فوق،
ده بالنسبة للأفتر. بقى عندي الاتنين هنا زي ما انتم شايفين، والحمد لله العملية سليمة وظريفة وبسيطة وما فيهاش أي مشكلة. هاجي عند الـ A وأقول له عند الهوفر البيفور، البيفور العنصر السيدو إليمنت أو العنصر المزيف الموجود في الإليمنت لما تعمل هوفر عليه خليه للويتس بتاعه 100%. واروح أشوف إيه اللي هيحصل. أدي 100% والحمد لله. طيب كده البيفور عملناه، فضل لنا مين تاني؟ الافتر كمان نفس القصة، ان اقول له لما اعمل هوفر على العنصر البيفور والافتر يكونوا 100%. طيب نروح نشوف اهم 100%، بس لسه ناقص حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الترانزيشن ديلي، ان هو تأثير الانتقال من هو من الويتس 20 بيكسل لمية في المية بينط مرة واحدة. فهاجي اقول له ترانزيشن دوت 4S او 3S زي ما تحب، وما تنساش تحط البريفيكسس علشان البوردر يكون شكله ظريف وعلى كل المتصفحات. طبعا الفكرة دي ان شاء الله ممكن تفتح لك افكار لحاجات كتير تقدر تتعلم منها البيفور والافتر، تتحكم فيهم ازاي عند الهوفر من غير تدخل من الجافا سكريبت خالص وبيور سي اس اس، وتقدر تستخدم الخواص اللي انت تعلمتها في تنفيذ فكرتك. يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم. اشوفكم ان شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم.